السلام عليكم ورحمة الله. أقف الآن على امتداد شارع صلاح الدين في المنطقة الوسطى، هذا الشارع الذي يضم العديد من محطات الوقود التي دمرها الاحتلال بشكل متعمد خلال حربه وقصفه المستمر على قطاع غزة. أقف أمام هذه المحطة، محطة الوقود التي دمرها الاحتلال. بالتأكيد هذه المحطات كانت تزود المواطنين بالوقود والمحروقات، لكن الاحتلال تعمد إلى استهداف هكذا محطات وقود حتى يظهر تخريبا وتدميرا في القطاعات الخدماتية والقطاعات الاقتصادية. الجدير ذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة كبيرة وملحة في الوقود وفي المحروقات بشكل عام. في ظل هذه الاستهدافات وهذه الحرب المستمرة، تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المحطات واستهداف هذه القطاعات، كما نشاهد في هذه المحطة، محطة الوقود، كما سنشاهد في محطات أخرى خلال هذه الجولة، أن العديد من محطات الوقود أصبحت مدمرة وأصبحت خالية وأصبحت خارج عن الخدمة وخارج عن العمل بسبب الاستهداف المباشر لهذه المحطات. يأتي هذا الأمر تزامنا مع استمرار القصف وتزامنا مع عدم إدخال الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة، ما سبب أزمة كبيرة لدى السائقين وسياراتهم ولدى من يستخدمون هذه المحروقات كبعض المصانع وبعض يعني القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود والمحروقات. لازلنا على امتداد شارع صلاح الدين الذي يضم العديد من محطات الوقود المدمرة. هنا أقف على أنقاض هذه المحطة التي دمرها الاحتلال بشكل كامل وأصبحت عبارة عن كومة من الحديد وصفائح الزينجو. بالتأكيد محطة للوقود أمعن الاحتلال في تدميرها ليفاقم الأزمة في قطاع غزة. دمرت هذه المحطة بالكامل وأصبحت كومة من الخراب والدمار بفعل همجية هذا الاحتلال وقصفه وتدميره وتخريبه لهكذا محطات، وهذه المحطات التي تقدم وتبيع الوقود والمحروقات لسكان القطاع، مع يعني هذه الأزمة التي تتمثل في شح المحروقات ونقص الوقود ومنع الوقود في قطاع غزة، تأتي ويأتي هذا التدمير الممنهج لهكذا محطات في سبيل الإمعان في الأزمة وإلحاق الضرر بقطاع الوقود وقطاع المحروقات داخل قطاع غزة. هنا نشاهد حتى سيارات الوقود دمرت وخربت، نشاهد هذه المحطة بالكامل يعني حجارتها بالألواح والصفائح بجسور أو الجسور الحديدية، كلها أصبحت كومة من الخراب والدمار، وهذا ما يتعمد الاحتلال فعله في هذه الحرب، التخريب والتدمير وبالتأكيد الإمعان في زيادة الأزمة ومفاقمتها عند أهالي القطاع. هذه هي محطة الوقود، تسمى بمحطة وقود الوسطى،
محطة كانت في العادة مليئة يعني من يرتدون عليها كي يتزودوا بالوقود، كانوا أصحاب سيارات أم كانوا أصحاب مصالح تجارية، وبالتأكيد يتزودون من الوقود لأنهم يعتمدون بشكل أساسي في تشغيل معداتهم وتشغيل سياراتهم من خلال هذه المحطة أو غيرها. فالوقود يعد شيئا أساسيا لهم لتشغيل هذه المصالح، لكن في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفي ظل الحصار المطبق والمنع الكامل لدخول الوقود إلى هذه القطاعات، يأتي هذا التدمير لزيادة الإمعان في تفاقم الأزمة، أزمة الوقود داخل القطاع. من مدينة دير البلح جنوبا إلى مدخل مخيم البريج شمالا في المنطقة الوسطى وعلى امتداد شارع صلاح الدين، لم نجد إلا دمارا وخرابا في محطات الوقود، من ضمنها هذه المحطة، محطة الوقود أبو عاصي للبترول. كما نشاهد خرابا خلفه الاحتلال ودمارا وتخريبا في هذه المنطقة وهذا المكان. مع استمرار الحرب الإسرائيلية على مدار أكثر من 7 أشهر ومع دخولها الشهر 8 واستمرار هذا العدوان، يأتي هذا التدمير في ظل استمرار الحصار والحرب ونقص للمحروقات والوقود وتفاقم لهذه الأزمة. مع تدمير هذه المحطات التي هي كانت محطات أساسية داخل المجتمع الغزي لتزويد الناس بالوقود والمحروقات بكافة أصنافها وأشكالها، لكن باتت اليوم عبارة عن خراب وأماكن مدمرة لا تحتوي إلا بعض صفائح الصفائح الحديدية والجسور الحديدية والحجارة المهدمة، أصبحت خالية تماما وخاوية على عروشها. هنا نشاهد في هذه المحطة بعض السيارات أو بعض ما كان مبان داخل هذه المحطة، لكن أصبحت هذه المباني كومة من الحجارة. نشاهد ما كان عبارة عن جسور حديدية تحيط بهذا المكان وتشكل شكلا هندسيا جميلا، لكن أصبحت هذه الجسور الحديدية عبارة عن كومة من الخراب والدمار. نشاهد بعض السيارات الخاصة بنقل البترول والمحروقات ومشتقات هذه المواد، هذه السيارات كذلك دمرت وجرفت بتجريف هذه المحطة خلال فترة القصف الشديد والتوغل البري للمنطقة الوسطى. هنا نشاهد هذه السيارات الكبيرة والحاويات التي كانت تنقل هذه المواد وقد كومت على بعضها البعض وأصبحت كومة من الخراب وكومة من الخردة إنجاز التعبير. تدمير واسع حل بهذه المحطة كما باقي المحطات، محطات البترول في قطاع غزة. إذن لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في التخريب والتدمير ومفاقمة الأزمات عند أهل قطاع غزة بكافة القطاعات والأصناف والأشكال، بدءا من البنية التحتية كالصرف الصحي والمياه والكهرباء واستمرارا ومرورا بقطاعات الاقتصادية ومنها قطاعات البترول والنفط. تخريب ممنهج لمفاقمة الأزمة وعدم إصلاحها وتعافيها في وقت قريب. من أمام بعض محطات البترول المدمرة في المنطقة الوسطى، طلال العروقي.